الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الثلاثاء 13 حزيران. إفطار سنوي لرابطة أهالي رأس النبع الاجتماعية، محطة مع فيلم إلى أين ضمن فعاليات مهرجان كان الدولي، بالإضافة لمحطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج ومجموعة من التقارير. أما ضيفتنا لليوم فهي سارة مونيكيون، مديرة مهرجان بيت مسك، لنحكي معها عن فعاليات المهرجان لهالسنة ب 29 و 30 حزيران. قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية الحلقة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا الأستاذ محمد كنج لناخذ منه كل التفاصيل عن طقس يوم الثلاثاء وكيف رح بكفي معنا خلال الأسبوع. أستاذ محمد، صباح الخير. صباح النور، يا هلا. كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. تفضل بالتفاصيل عن طقس اليوم بداية، وشو مخبلنا للأيام اللي جاية؟ إجمالا عم بيكون عندنا طقس ربيعي مستقر هالأيام. اليوم بلش يتقلب تدريجيا اعتبارا من المساء، في عنا منخفض جوي متمركز حاليا جنوب غرب تركيا. نعم. عم بيأثر على الحوض الشرقي المتوسط، تأثيره على لبنان ببلش اعتبارا من الليلة. من الليلة يعني رح بيكون في أمطار؟ حيبلش تدريجيا بانخفاض بدرجات الحرارة وشوية هواء وأمطار اعتبارا من بكرة، أمطار من خفيفة بكرة. وممكن تكون غزيرة بالمناطق الشمالية. هلأ اليوم غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، بكرة غائم جزئيا عن انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، رياح ناشطة، تساقط أمطار خفيفة بتكون غزيرة أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة بالمناطق الداخلية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد. ولأيمتى هالمنخفض رح يضل مكفى يعني معنا؟ تأثيره بس لبكرة المساء. أوكي. هو من هيدي الليلة ببلش بتنزل درجات الحرارة وشوية هواء وعنا شوية أمطار، وبكرة من المساء بيرجع الطقس بيتحسن. وهي هي خلص، هي آخر شتوى. يعني ما فينا نقول آخر شتوى. عادة بشهر حزيران في عنا 15 ملي يعني بتشتيهن. هو هن. صحيح لازم يقطعوا يعني. هلا بعد ما مشتيه منهم. الخميس غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحراره وعندنا تكون ضباب على المرتفعات. درجات الحراره اليوم على الساحل عم تكون بين 18 و26 درجه، فوق الجبال من 13 ل22 درجه، بالداخل من 13 ل33 درجه. والهواء عم يكون جنوبي غربي لغربي سرعته بين 10 و30 كيلومتر. الرطوبه اجمالا مرتفعه على الساحل عم تكون بين 60 و90%، وحال البحر معتدل، حرارة سطح المي صارت دافية 28 درجة، يعني صارت صيفية فينا نعتبر البحر. صحيح. اوكي. نحن بنتشكرك على وقتك استاذ محمد وبنتمنى لك نهار حلو، اهلا وسهلا فيك. جوال، صباح الخير. صباح الخير بيارات للمشاهدين كمان، رح نعمل جولة على ابرز ما كتبته الصحف اليوم باصداراتها. اليوم الثلاثاء 13 حزيران بنبدأ مثل العادة مع عناوين النهار يلي كتبت ساعات مصيرية للأزمة والتمديد على الباب، الحريري جازما، سيكون قانون جديد بين اليوم وغد ولا أترشح بقانون الستين، اجتماعات متواصلة لبت النقاط العالقة في مشروع القانون قبل مجلس الوزراء. ضمن أسرار الآلهة يقول نائب شوفي إنه سيسأل مرجعا دستوريا إذا كان يحق له الترشح منفردا، أي أن يؤلف لائحة من اسم واحد في الاستحقاق المقبل. وزع أحد مجالس الأعمال بيانا عن الأزمة القطرية وحياد لبنان، ما لبث أن طلب عدم نشره وسحبه من التداول. سجل حضور لأعضاء في المكتب السياسي الكتائبي إلى مائدة نجل كتائبي سابق على خلاف حاليا مع الحزب. يقول نائب كسرواني إن قانون الانتخاب المقترح يستلهم حقبة غازي كنعان ومعظم الأطراف لم تعد مقتنعة بجدواه. لا يزال كثيرون يعانون من مشاكل في إصدار هويات جديدة بسبب رفض الكمبيوتر بصماتهم وإعادة الطلبات من دون نتيجة. وبختم ضمن أدب فكر وفن، المكتبة الوطنية تنتظر تراجع الأزمة الخليجية. من النهار إلى عناوين صحيفة الحياة، عمان تنضم إلى جهود التهدئة الكويتية، قطر تنفي معرفتها بأسباب العزل، والإمارات لا ترى حل الأزمة بالتدويل والتتريك. اقتتال الفصائل في الباب والقوات النظامية تحضر لهجوم واسع في درعا، سليماني مع الفاطميين الأفغان على الحدود السورية العراقية. العبادي يؤكد انتهاء حلم داعش، حشد لمسلحين شرق الجزائر ينذر بمواجهات، خطر هيمنة الحزب الواحد في فرنسا.
الأزمة القطرية تربك خطط أردوغان الاقتصادية. ظريف يندد بسياسات أمريكية هدامة، إيران تقتل أربعة دواعش بعد إعلانها تصفيتهم. وأيضا في الحياة، خسائر ضخمة للحوثيين في معارك نهم، مقتل 10 من القاعدة في حضرموت. وبعنوان أخير، عيد روسيا يتحول مواجهات في الشوارع. منتابع جولتنا مع عناوين المستقبل، وقبل العناوين الصورة الرئيسية اللي نشرتها المستقبل من أجواء رمضان، وبتحمل عنوان رمضان سعد نايل منور. إذا الصورة تحديدا من سعد نايل بهالزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك. أما في العناوين الحريري، صفحة 60 طويت، ضبط السلاح المتفلت، غطاء مطلق للأجهزة، والتشدد في التراخيص والعوازل. زلزال قوي يضرب غرب تركيا. قطر تعتبر الحوار وفق أسس واضحة خيارا استراتيجيا، ترامب يؤكد الفوز بمعركة الإرهاب، والسعودية ترحب. الشهيد عيده 10 سنوات على اللاغياب. انتخابات جمعية المصارف بين التجديد والتغيير. تحالف القوات البحرية المشتركة يعزز انتشاره في خليج عدن. ماكرون نحو اكتساح البرلمان للمباشرة بإصلاحات حساسة. الأسد يحرق درعا بالبانابالم. وبختم الأسد يحرق درعا بالنابالم. وبختم بقلم أسعد حيدر يلي بيسأل اليوم بعنوان مقالته إيران لماذا داعش. من المستقبل إلى الأنوار، اجتماع بوزارة الدفاع يشدد على التنسيق بين الأجهزة لضبط الفلتان الأمني. محادثات عون والرئيس القبرصي تركز على النفط ومكافحة الإرهاب. مقاتلون من المعارضة السورية يحررون 5 أحياء في الرقة. قانون الانتخاب أول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا. وبقلم المحلل السياسي، الأسبوع الأخير والحاسم. زلزال يهز تركيا ويدمر عشرات الأبنية بجزيرة يونانية. حزب ماكرون يتجه للحصول على 2/3 مقاعد البرلمان. واقتصاديا في الأنوار، تدهور معنويات رجال الأعمال والشركات في بريطانيا. وبقلم رفيق خوري، الانقلاب السياسي الفرنسي مغامرة مع المجهول. من الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء، عقد الساعات الأخيرة تدفع النقاش إلى الوراء وتهدد بالفراغ. اجتماع ليلا برئاسة الحريري لمعالجة التباينات، والتصويت يواجه باستقالات من الحكومة. الرسالة الخليجية وتعثر سياسات العهد. الملك سلمان يستقبل نواز شريف، أزمة قطر والعلاقات الثنائية. قسد تقترب من الرقة القديمة. وبقلم العميد الركن خالد حميدي، ما بعد الإسلام السياسي. أيضا في عناوين اللواء، أمير الكويت يحذر من توسع الخلافات الخليجية إلى ما لا تحمد عقباه. ترامب، معاقبة قطر عمل إيجابي لوقف تمويل الإرهاب. منتابع مع عناوين صحيفة البلد بعنوان الرئيسة، طرابلس متمسكة بمقعدها الماروني والقانون رهن اللحظات الأخيرة. الجيش السوري يصعد في درعا ويتقدم في تدمر. العبادي يشيد بقدرات العراق. وأيضا في البلد، جزين انتخابيا، الداخل إليها غير الخارج منها. وختاما، بلدية شحيم والمجتمع المدني يبحثان في تطبيق خطة السير. نوصل إلى ديلي ستار وبترجمة لعناوينا بالعنوان الرئيسي، الحريري يتوقع قانونا جديدا الأربعاء رغم العقبات. الآلاف يتظاهرون في روسيا وتوقيف نافالني. وختاما بصحيفة ديلي ستار، قوات النظام والثوار يتقاتلون في درعا. بعناوين لوريان لوجور لليوم، قانون انتخابي غدا لتذليل العقد المستعصية. وأيضا في لوريان لوجور، ذكرى وليد عيدو بين المرونة وخيبة الأمل. وضمن تحقيق خاص نشرته لوريان لوجور اليوم، حمل عنوان أنا ابن الكنيسة ولا أخاف الموت. جولتنا من تبعها ومنوصل إلى عناوين صحيفة الشرق، الحريري، أنا والمستقبل لن نترشح على 60، وغدا قانون آخر. جلسة مفصلية لمجلس الوزراء، فهل تكون الأخيرة؟ الراعي في سينودس الموارنة قلقون على مستقبل لبنان. المستشفيات، لم نتبلغ شيئا عن سداد المستحقات. ماذا ستفعل المصارف بعد تمنع طربي عن الترشح؟ أيضا في عناوين الشرق وبقلم عون الكعكي، قانون الانتخابات. وختاما، صوفيا روبوت يشبهنا، تتحدث وتشعر.
في الشرق الأوسط وعناوين قطر تتجاهل المطالب وتؤكد التواصل مع الكويت. بريطانيا دعتها إلى تفهم مخاوف جيرانها والأرجنتين تحقق في استثماراتها. سليماني يحشد فاطميون لطريق طهران دمشق. الدوحة أبعدت 5 من قادة حماس. القاهرة سلمت السنوار قائمة أمنية. صراع حماس والسلطة يضرب كهرباء غزة. وختاما حققت 205 مليارات دولار إعلانات الإنترنت تتجاوز التلفزيون. ونوصل إلى عناوين صحيفة الجمهورية المحطة الأخيرة ضمن جولتنا. القانون بلبلة قبل الولادة. بعناوين أخرى، الزعران يلاحقونك هكذا تحمي نفسك. انسحابات من امتحانات الثانوية العامة. موسكو توقف نافالني وألفا من مناصريه. بالأخبار الرياضية، برشلونة يدخل سوق الانتقالات بقوة. وبختم مع صورة الرئيسية، قمة لبنانية قبرصية. ومعها صورة من الجمهورية بنكون ختمنا جولتنا على عناوين الصحف. رح نتوقف مع أول بريك وبنرجع من بعده لأخبار الصباح. خليكن معنا. جولتنا الفنية والثقافية لليوم منبلشها من مسرح المدينة وفعاليات شهر رمضان. 3 عروض متبقية لعرض مسرحية الملك يموت اليوم بكرة وبعد بكرة. هالعمل مقتبس عن عمل إيجان يونسكو وهو من إخراج فؤاد نعيم من بطولة جورج خباز، يارا بونصار، باتريسا سميرة، موريس معلوف وغيرهم. والعروض بتبلشها الساعة 9:30 المساء. من مسرح المدينة إلى الفيرجن ميجا ستور يلي بيستقبل توقيع ألبوم الأخت مرانا سعد بعنوان سلامي معك. ومن بعد التوقيع رح بيكون في عزف مباشر وأداء مباشر بيجمع شربل روحانا وجوءة معهد القديسة رفقة بإدارة الأخت مرانا سعد. الموعد لكن ب 15 شهر على الساعة 6 المساء بالفيرجن ميجا ستور. وبنسمع سلامي معك. سلام قبل الحكي، سلام بعد الحكي، سلامي إلك مع إنه ما في حكي ولا حتى في بكي. في قلوب فيها الوجع وإنت السفر والشوق وأنا سلامي معك. سلام قبل الحكي، سلام بعد الحكي، سلامي إلك حتى في بكي. في قلوب فيها الوجع وانت السفر والشوق. لكن الموعد بعد بكرة الخميس على الساعة 6 بالفيرجن ميجا ستور بوسط بيروت. منتابع مع مواعيدنا ومننتقل إلى موعد سنوي وهو الفيت دو لا ميوسيك أو عيد الموسيقى. هالموعد يلي بيحتفل فيه مجموعة من البلدان حول العالم وأكيد بيروت لها حصة كبيرة. شوارع كثيرة من بيروت، ساحات، كنايس رح تستقبل فيت دو لا ميوسيك لهالسنة. ونشوف التريلر الخاص. Sous la gerbe de démangeaisons guitaristiques, à stickers de manche, pompeur de rythmique. On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y a pas un radar qui peut flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur névrotique, joyeux jazzeux en voyage sur le riff. Mi-temps rapide quand je le veux pas comme quitte en pleine mi-temps, je le veux pas comme traite d'intermittent. Peu que le temps me dégueule, j'en ai fait tant. Yo palpitant rapide quand je le veux. وراح يكون في كمان اوف فيستيفال بالكولونيل بير بالباترون مثلا. رح يستقبلوا موعد خاص بفيت دو لا ميوزيك قبل 21 الشهر. ومناطق كثيرة هلا تباعا منكون مع التفاصيل. ننتقل إلى الأبيات وأمسية مع الفنانة شانتال بيتار ب 17 الشهر بالأبيات كونتري كلوب. صبحت وما رن، نسيت وما رن، داري الأخ كتير يمه أخدها عن جد والله. صبحت وما رن، نسيت وما رن، ما قلت له شي يما، لا عملت له شي، قلت له وين كنت يا بمبارح. إلى البلو نوت كافيه اللي رح يستقبل ب 16 الشهر كمان أمسية لكل محبي الموسيقى الشرقية مع روبا الخوري. طبعا كل
كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي. إلى أخبار السينما هلأ، ومن تنظيم الإنستيتوتو سيربانتس ببيروت والسفارة الإسبانية وبالتعاون مع سينما متروبوليس بينطلق أسبوع الفيلم الإسباني من 19 ل 23 الشهر، وعرض لمجموعة من الأفلام الإسبانية المعاصرة. فيلم الافتتاح هو ميغران نوتشي من إخراج أليكس دولا إغليسيا ب 19 الشهر. Atención al estator de Mediafrost crece por momentos. La mesa de negociación está en un punto muerto. Tenemos un robo de puta madre en la mesa 21. Sí, ya lo veo. Oye, ¿y si vas a traer a alguien de fuera? Eso, lugar del montón. نرجع لفعاليات عيد الموسيقى، وب 23 شهر بينظم بيت الشباب والثقافه بزوق مكايل كمان امسيه خاصه للفات دو لا ميوزيك، وذلك بسوق الزوق العتيق وببيت الحرفي. وضمن المواعيد ببيت الحرفي موعد مع لارا رين وفرقتها. عم نشوف لكينا بعض المشاهد للارا والفرقه. مننتقل إلى الكيلر كوين بدبي، يلي رح يستقبل بعشرة تموز أمسية لدعم مركز سرطان الأطفال ببيروت، وذلك بمشاركة فرقة الروك اللبنانية إيمي سماك دادي وماد جام. هيك بنكون وصلنا على ختام جولتنا الفنية والثقافية. رح نرجع ننتقل لعن جوال لنطلع أكثر على تفاصيل حركة السير بهالأثناء. المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير صار معنا على الخط. مرحبا. صباح الخير. كيفك؟ ماشي الحال. تفضل، شو وضع الطرقات؟ يعني اليوم بدنا نبلش في عنا تدابير سير ببيروت، ممنوع وقوف السيارات على جانب الطريق بمنطقة الوسط التجاري. نعم. والحمرة وضواحيها، ضواحيها يعني نقصد فيها مارلياز، برج المر، برج الغزال، كل المنطقة تحت ممنوع وقوف على جانب الطريق. شو المناسبة؟ أكيد لأنه في زيارة رئيس القبرصي عنا. أوكي أوكي مزبوط. في تدابير سير أمنية تحت. من أي ساعة لأي ساعة عندك فكرة؟ هلا لا أكيد لحين انتهاء البرمجة. زيارة أوكي. نرجع عنا كمان في شغلة بدنا نشير عليها، في عنا أشغال بالأشرفية. نعم. رح نبلش من المسلك الشرقي، الحركة سير ناشطة من اليرزي. وين الأشغال بالأشرفية؟ رح أفرجيك إياها من اتجاه السياد. نعم. السياد رح تبلش تضغط عنا السير مثل ما مبين قدامنا على الكاميرا باتجاه الأشرفية. الأشرفية هي عم تسير على الأشغال على تقريبا طلعة ساسين، من الأشرفية اللي طلعة صوب ساسين حد الجامعة. نعم. هذه العدلية، نهر اسمها عدلية، حركة سير كثيفة كمان محل، كلهم من وراء الأشغال اللي عم تسير. اوكي. لهون واصل السير، يعني عنا من كل الخط تقريبا اقتصاد لإس، يعني تقريبا كل الطرقات اللي بتودي لهونيك رح تكون ضاغطه 100%. اللي نازل كله من السياد واللي رايح على الجهجس العاديه الاشرفيه حركه سير كثيفه من المحله. اوكي. اما اللي نازل على الكارنتينا حركه سير طبيعيه. بالنسبه للمدخل الجنوبي حركه سير ناشطه على المدينه الرياضيه حتى الساعه. نعم. جسر الكولا عندنا حركه سير شوي كثيفه. رجع يضغط عندنا سير باتجاه الوسط، اما باتجاه كورنيش المزرعه حركه سير طبيعيه. من جسر سليم سليم باتجاه الوسط كمان عنا ضغط سير. نعم. مثل ما بين قدامنا هذا النفق اللي بينزل على الوسط كمان عنا ضغط سير. بالنسبة لبرج المر حركة سير مقبولة بعدها على الإشارة باتجاه الحمراء. نعم. أما بقلب الوسط حركة سير خط البحر من البورش من البيال باتجاه عين مريسي حركة سير طبيعية. عين مريسي حركة سير ناشطة تعتبر. بالنسبة للمدخل الشمالي حركة سير مقبولة حتى الساعة من المدخل الشمالي، لا يضغط عنا السير من دبي تقريبا قدام المول باتجاه أونتلياس، ومن أونتلياس فعجأة كثير. اوكي. أونتلياس حركة سير كثيفة بتصير. كذلك الأمر على الطريق البحرية عنا حركة سير كثيفة. اوكي. باتجاه نهر الموت، نهر الموت بتصير عنا طبيعية باتجاه الدورة.
بيرجع بيضغط عنا السير من الدورة باتجاه الكارانتينا. اوكي. مثل ما مبين قدامنا هاي الكارانتينا بيرجع بيرتاح السير باتجاه الوسط. كثير حلوة نقلة الكاميرات، كيف تنقلوا الكاميرا هيك بسلاسة. هذا الوسط التجاري بيرجع عنا بيرجع السير طبيعي تقريبا. اوكي. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. حوادث؟ حوادث اللي تسجلت عنا بخلال 24 ساعة الماضية، سجل 13 حادث، للأسف عنا 18 جريح. لا مش للأسف، كتر خير الله ما في قتلى، إن شاء الله بيقوموا بالسلامة. وكمان بعده عدد كثير كبير 18. لأنه 13 حادث نسبة كثير كبيرة، عن جد منيح ما في قتلى. عدنا عم بكون عليه، كذلك الأمر بالنسبة للرادار اليومي، يعني لما حضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى الأمن الداخلي، رادار أكيد لنأكد للمواطنين. أوكي. 1027 محضر. كمان عالية. أكيد بنذكر المواطنين إنه إذا استفسار عن أي حركة سير أو على كاميرات إشارات على 1720. نعم. أو على التويتر @TMC Lebanon والفيسبوك هو غرفة التحكم المروري، والاستفسار عن أي شيء على بالنسبة للمعينة هي tmo.gov.lb. أوكي. نحن بنشكر مداخلتك لليوم المشغل جوزيف غاوي، يعطيك ألف عافية، أكيد بنحكيكم بكرة. هلأ بريك جديد بنرجع من بعده لأخبار سبعة، خليكن. صباح الخير. مسلسلات رمضانية أم للراشدين فقط؟ ويلي بيتابع المسلسلات الرمضانية على المحطات التلفزيونية بيتفاجأ أنها خالية من كل معاني الشهر الفضيل، فمعظم المسلسلات مليئة بالعنف، المخدرات، المافيات، بالخيانة الزوجية وحتى الاغتصاب. يمكن الكتاب يلي قرروا يتنافسوا بسرقة المواضيع من مسلسلات أجنبية نسيوا أنه بشهر رمضان المبارك كل العيلة كبار وصغار بيكونوا مجموعين. صحيح التلفزيون بينقل الواقع بحلو ومره، إلا أنه شهر رمضان المبارك لازم يكون له نكهة خاصة. من الآخر رزق الله على زمن الفوازير والمسلسلات التاريخية والكوميدية. يمكن عناوين الشهر الفضيل غابت عن بعض الشاشات، إلا أنه كتار من الناس بتعيش بهالشهر معاني العطاء والرحمة. فمع ارتفاع الأزمات الاقتصادية زادت الحاجة لفعل الخير، وضمن النشاطات الرمضانية نظمت رابطة أهالي رأس النبع الاجتماعية إفطار جمعت خلاله العائلات المحتاجة بجو من المحبة. تقرير للزميلة رويدة الصفدي، من تابعه سوا. خضر خضر. هلا اذا كان تكسريه بالنص بتشوفي انت، يعني قولوا النص الثاني مع جده. شو تعلمت من جده خاصه عن رمضان؟ تعلمت انه حب، وتعلمت كثير اشياء كمان، مش دغري انه اذا واحد عمل لي شيء دغري هيدا روح خابطه مدري شو عامل له. ايوه. طول بالي. ايوه. على الحب التليقي وطولة البال تربى أهل بيروت، وبشهر رمضان المبارك اعتادوا على عيش معنى رمضان والمشاركة بموائده، ومع كل سنة بتتجدد هالتقاليد وبتستمر. رابطة أهالي راس النبع الاجتماعية جمعت أهالي المنطقة على سفرة رمضانية تذكروا فيها اللمات البيروتية القديمة. بحر محبة من غير ميلا، جاي رمضان رايح رمضان. الله رزقنا هيدا الشهر مميز عن كل السنة، سبحان الله قالنا خذوا هيدا الشهر ما تعيشوا روتين السنة كلها، ميزوا فيها هيدا الشهر، اجتمعوا طعموا العالم طعموا الفقراء. نحن كل سنة الحمد لله بنعمل هيك إفطارات رمضانية، منحب نجمع على أهالي رأس النبع لنخلي مجد رأس النبع. بعدنا بالأصالة البيروتية. إيه بعدنا كلياتنا
ومنحب بعضنا ومتفقين الحمد لله. هاي جمعة منجتمع كلنا سوا ومنحس انه نحن قلب واحد، كأنه عائلة وحدة ومع بعضنا. حديقة المرأة المقاومة براس النبع كانت مقفلة، فتحت أبوابها بهالشهر واستقبلت عائلات المنطقة، جيران أقارب وأصحاب كلهم على قلب واحد وبمحل بيمثل صورة بيروت الحقيقية. نلبس زي العلبيات القديمة لنبين عن رهجته لرمضان، والعالم تحس انه في بقى شهر مبارك. نحن بدنا نرجع نجددها لانه صرنا بمجتمعات عم تتفكفك فيه العائلات، لازم نرجع نجدد هالتواصل قبل كل شيء مجتمعنا، ونحافظ على اولادنا وعلى اجيالنا. موائد رمضان عم تتنقل من منطقة إلى أخرى والبركة تعم كل البلد. رمضان بيروت كتير حلو، يعني ما بينبسط الواحد إلا ببلده، ببيروت، بيروت، بيروت. هذا أحلى من أهم مطعم، أحلى من أهم حفلة، لأنه هذا بسيطة وأهلية محلية صدقيني. هذا ذكرتنا لما كنا هيك أطفال ويجوا مع كنا الأهالين الله يرحمهم كيف كانوا يجوا ياخذونا. ذكر الواحد يجتمع كأنه وأهله. الله بيبعث حنين، الله يعطيهم العافية، الله ينور طريقهم. لم يحلو كتير، والله طولنا عمر الراب يا رب، ونحن من أهالي راس النبع متشكرون، منقول كل عام وأنتم بخير وكل رمضان وأنتم بخير. الله 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 هيدا أجواء رمضان، ورح ننتقل إلى أجواء مهرجان كان الدولي بدورته السبعين مطرح ما الحضور اللبناني السنة كان مميز. فيلم إلى أين للمخرج جورج نصر، ومن بعد مرور 60 سنة على عرضه بمهرجان كان تم عرضه مجددا ضمن فعاليات كان كلاسيك، وكل التفاصيل بهالتقرير. ستين سنة مروا على حضور أب السينما اللبنانية جورج نصر إلى مهرجان كان الدولي عام 1957 لتقديم فيلمه إلى أين، واليوم من بعد مرور 60 سنة رجع جورج نصر إلى المهرجان لتقديم فيلمه من جديد بنسخته المرممة ضمن إطار كان كلاسيك، فحضر شخصيا إلى المهرجان لحضور هاللحظة التاريخية بمسيرته المهنية، لحظة عرض فيلمه من جديد، لحظات مؤثرة عاش المخرج جورج نصر لحظة عبور السجادة الحمراء التاريخية برفقة رئيسة مؤسسة سينما لبنان مايا دفراج، المنتج جورج إير مؤسس شركة أبوت للإنتاج، والمنتجة مريم سيسين من شركة أبوت للإنتاج. فيلم إلى أين اللي وضع لبنان على خريطة العالم السينمائية، واللي تم عرضه بمهرجان كان الدولي من جديد بمبادرة من مؤسسة سينما لبنان وأبوت برودكشنز وبرعاية بانك مات، بيتناول موضوع الهجرة والفراق وصعوبة العيش بعيدا عن الوطن. فكان جورج نصر المخرج السباق لعصره حاضر بكان، متأثر، دمعة بالعين، متشوق للسينما وللجمهور اللبناني، فسلط أضواء العالمية مرة جديدة عليه وعلى السينما اللبنانية، خصوصا من خلال المؤتمر الصحافي اللي تم من بعد عرض فيلم إلى أين الاستثنائي، واللي استقطب اهتمام الصحافة المرئية والمسموعة العالمية. من مهرجان كان منرجع للبنان لنشوف كاميرتنا بمين التقت بالشارع وشو هي الكلمة يلي اختارنا لكم اياها، من بعد بريك ومنتبع مع زميلتنا مريم الحج.
ويلي ويلي من حب ويلي ويلي يا الله. انا حياتي رومانسي، شغلي مصلحتي، انا مصور اصلا. شفتها هون مش حمود معجب فيكي، انصدمت بعدين صار نصيب. كنت عائل كتير، هن يلطشون هذيك الايام كان عيب يعني، مش مثل هلا. هلا بتشنقل لوحدي خلص. هذيك الايام على الطريق ما كنت بتشوفي عم ياكلوا بوزه او شي ساندويشه او كذا، كان عيب، اكبر عيب هيدا. الرجال عنده نيه سيئه، وهلا بياكل بوزه وبياكلك لك كمان اذا بدهم. لو سغان جامبين غانسي مسكينو. هلا هلا بدي 200 دولار انا منك. بقول لها يعقوبيان وزابين. انا عشت 50 سنه معه، بس في اشياء كثير بتغير. انا بدي اكل اكل وهي ما بتاكل. انا بدي روح مثلا شي حفله ارمنيه هي بتنزعج. اذا رجع الزمن وما بياخذ الا من ملتي، ما بياخذ مرتي. كثير كويسه، ما في شيء بيني وبينها، تباعد بالافكار. مفروض كان هي تتعلم ارمني. كلمه اليوم كل واحد ياخذ من ضيعته من ملته. مريم صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ كثير منيحة، أنتم منيح؟ شو الأخبار؟ نحن منيح. شو عندك؟ عندي كتابين اليوم، واحد باللغة العربية وواحد باللغة الإنجليزية. بأي واحد رح نبلش؟ رح نبلش أكيد طبعاً مع حازم صغيي. الله. بتعرفوا حازم صغيي هو واحد من أكثر الصحفيين العرب مقروئية، ولكن في كتار ما بيعرفوا أنه إلى جانب أعماله الصحفية والسياسية بجعبته الكثير من الأعمال الأدبية، من الرواية، القصة والسيرة ونصوص النثرية. جديد حازم صغيي كتاب بعنوان جرمين وإخوانها، صدر عن دار الساقي، وهالكتاب بضم 31 قصة قصيرة موزعة على 4 أقسام. كل قصة احتضنت شخصية معينة، من توفيق لوسيم، مارون وعلي وجرمين وغيرها وغيرها من الشخصيات. القصص بغالبيتها كمان ساخرة، مزج فيها صغية بشكل كتير دقيق بين المرح والنقد، وهي أقرب إلى الرثاء الفكاهي للماضي وللواقع اللبناني. يلي قرأ الأعمال الأدبية لحازم صغيي سابقا بيعرف إلى أي مدى هو مهتم بقصص الناس العاديين، وإلى أي مدى يتقن لعبة السرد. ونحن طبعا سبق ولمسنا هالشي بإصداراته الأدبية السابقة يلي دايما كنت أحكي عنها، مثلا بمذكرات رندا ترانس، الفتاة يلي وجدت نفسها مذنبة بسبب خطأ بتركيبتها الجنسية، وكمان لمسنا هالشي بأنا كوماري من سريلانكا. إذا صغية عنده اهتمام واضح بالناس العاديين يلي بيعيش معهم، وبيعرف كمان كتير منيح كيف يخوض بمسائلهم الشخصية، وهذا الشيء عم يظهر اليوم مجددا بعمله الجديد جرمين وإخوانها يلي أصبح متوفر طبعا بكل المكتبات اللبنانية. نعم مريم، ذكرت أنه حازم صغيي هو المحلل السياسي الأكثر مقروئية. صح. إلى أي مدى بتشبه مقالاته السياسية أعماله الأدبية؟ قالت مثل مقالاته السياسية، أعماله الأدبية تتميز بأسلوبها اللغوي الرشيق والممتع، كمان بتتميز ببلاغتها من دون تكلف وبوضوح وببساطة، بتكتنف عمق يلي بيقرأ لحازم صغيي بيعرف كتير منيح عن شو عم بحكي. على الرغم من مخزونه الثقافي الكبير، حازم صغيي بعده قادر يكتب عن أكثر الأشياء عمقا ولكن ببساطة، وهيدي هي أهمية حازم صغيي يلي برأيي بعد ما أخذ حقه على مستوى أعماله الأدبية. نعم نعم، هذا بالنسبة لحازم صغيي. هذا بالنسبة لحازم صغيي والقراءة باللغة العربية. نرجع ننتقل على القراءة باللغة الإنجليزية. من 20 سنة لما صدرت رواية The God of Small Things للكاتبة الهندية أرونداتي روي، أحدثت هالرواية زلزال أدبي، بيع منها تقريبا 6 ملايين نسخة من حول العالم، ومن وقتها لليوم كل عشاق هالرواية بانتظار رواية أخرى من روي،
رواية بتروي ظمأهم الأدبي. إذن بعد 20 سنة من الانتظار صدرت الأسبوع الماضي الرواية الثانية للكاتبة الهندية الشهيرة أرونداتي روي باللغة الإنجليزية وبعنوان The Ministry of Utmost Happiness أو وزارة السعادة القصوى، وطبعا صدور هالرواية شكل حدث بالأوساط الثقافية الناطقة بالإنجليزية. القصة بتبدأ مع أنجوم، فتاة هندية متحولة جنسيا، منتابع قصتها كيف ولدت رجل ومن ثم تحولت إلى فتاة، ومن خلال أنجوم ومعاناتها مع مجتمعها يلي ما عم يتقبلها بتطرح أرونداتي روي مواضيع مثل الوحدة، مثل الحب والانتماء. ومن أنجوم بترجع الكاتبة بتنطلق مع مجموعة كبيرة من الشخصيات لتعكس تعقيدات الهند المعاصرة وكيف رسمت الصراعات والظروف حياة هالأشخاص. من المعروف عن روي إنها ناشطة بمجال حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عملها بمجال الصحافة وكمان صناعة الأفلام. طبعا هذا الشيء بفتكر هو يلي منعها من متابعة مشروعها الروائي طيلة 20 عام الماضي. ولكن بين هالروايتين ما توقفت عن الإصدارات، أصدرت عشرات الأعمال الغير روائية، أعمال بتوصف فيها الوجه المظلم للتنمية بالهند، وكمان أعمال تانية بتخطي مواضيع مثل الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، إلى طبعا إدانة تجارب الهند النووية. نعم، هلأ كان بدي أسألك ليش نطرت 20 سنة بس طلعت مش كتير انقطعت عن الكتابة؟ لا، بس قلت مريم بأنه صدور هالرواية شكل حدث بالأوساط الثقافية، هل برأيك رح بتكون الرواية على مستوى التوقعات أو على القليلة رح تقدر تكون بمستوى الرواية اللي سبقتها من 20 سنة؟ أولاً جوال، ما في شك أنه أسلوب روي الرائع ب The God of Small Things تجلى كمان برواية The Ministry of Utmost Happiness، ولكن رح يكون من الصعب برأيي، رح يكون من الصعب على هالرواية الجديدة أنها تخرج من وهج الرواية الأولى. أصداء الرواية لليوم جيدة، ولكن كمان لقيت هالرواية بعد الانتقادات. منا مقال مثلاً بصحيفة The Irish Times قال أنه السرد بهالرواية ضعيف والسرد عشوائي لدرجة أنه ممكن القارئ يمل بسهولة ويفقد اهتمامه بالمتابعة. عبر التاريخ كتار من الروائيين ما قدروا يطلعوا من وهج كتابهم الأول، مثل ما صار مثلا مع هاربر لي بروايتها الشهيرة تكيل اي موكينج بيرد، ودايما أنا بحكي عن هالرواية. مزبوط. نعم، وعلى الأرجح هالشي رح يتكرر مع أرونداتي روي ب The God of Small Things، هالرواية اللي اشتهرت لدرجة بعدهم لليوم المعجبين بيوضعوا تصور للفيلم يلي ممكن انه يقتبس عن هالرواية. ويمكن جوال كمان هي لشعوريا تأخرت 20 سنة لانه كانت عارفة انه رح يتم المقارنة. نعم، رح يتم المقارنة بين. نعم، وحدة وما رح ترجع تقدر تعطي يلي عطيته ب The God of Small Things. بتفكر هيك جوال؟ نعم. اوكي، نحن رح ننهي بعض المشاهد التصورية. نعم، اوكي، ونحن نرجع نشوفك الاسبوع اللي نهار الجمعة. نهار الجمعة، جمعة. نهار الجمعة، فيلم الجمعة. اوكي مريم.
نحن رح نتابع حلقتنا سنة عن سنة ومنقول السنة ومنرجع ننطر ومنقول يمكن اللي بعدها. ومرت سنين وبورصة السياحة بلبنان إلى انخفاض. من الجبل لبيروت مرورا ببرمانة بيت مري كان الخوف من ضياع الموسم السياحي هاجس دايم. الانتخابات الرئاسية بلبنان والاستقرار الأمني السنة خلقوا موجة من التفاؤل والاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي ببيروت كبيرة. الفنادق، المطاعم، المنتجعات البحرية وحتى أماكن السهر كلها حضرت العدة لموسم حرزان. ومع طبيعة لبنان المهرجانات الغنائية والضيافة اللبنانية عنا دايما أحلى. تقرير لخالد أبو شارة. بعد غياب لبنان لأكثر من 7 سنوات عن خريطة السياحة العالمية وخسارته للأسواق الخليجية والأوروبية، أمور كتير تغيرت. فمقابل متطلبات السواح المرتفعة باستمرار، لم يحقق لبنان أي تقدم يذكر بالعديد من المجالات. وبدل الاستعداد لقطف اللحظة المناسبة والعودة بقوة لسكة السياحة، كان لبنان عم يتلهى بالخلافات السياسية وعم يخسر طاقته البشرية واللوجستية ويضيع الفرصة تلو الأخرى. أمور كتيرة برأي المواطنين ما زالت العائق الأساسي أمام استعادة لبنان لدوره السياحي بالمنطقة. أنت عم تسألني لألي أسأل حالك وبرم شو بتلاقي في سواح، بتلاقي في عالم جاي، بتلاقي في لأن الوضع هيك، لأنه تغير كل شيء بهالبلد. لازم يخلصوا من اختراع عمل الزرية يلي عم يخترعوها، قانون جديد للانتخابات وبعد ما لقوه معقولة هيدي؟ هيدا هو يلي بيبهر البلد وبيخلي العالم يضلن قلقزي. بدك دولة تتحرك تعمل كل شيء، تأمن للسواح، تأمن كل شيء، انترنت، تليفونات، كهرباء. السياح شو بيجي بتفرج علي وعليك بدو يأمن حاله من كل شيء. لا، لازم ديجا ينظفونا البحر. البيئة هي من أهم شيء تيجيبوا العالم. كهرباء تاني شيء، طرقات وبيسموها الانترنت، الادوكاسيون سيفيك. كان بيجوا كان بيضلوا 15 يوم 20 يوم شهر كان بيضلوا. هلا عنا السواحين هون صار لهم اكثر من سنتين ثلاثه هون. شو بدك اكثر من هيك؟ موت ما بيعيش، تسلم لي، اللي بيموت ما بيعيش. وانا احنا عم نموت، عم نموت شوي شوي. راحت ايام الحلوه، راحت، ما بتجي، ما بترجع. هلا مبدئيا كل شيء منيح، مبدئيا هلا مبدئيا كل شيء منيح، صيفيه واعده عم بيقولوا يعني. ان شاء الله خير. لبنان بلد الناس القطايب، بعشق لبنان وقلبي بغرامه دايب. هيدا لبنان بلد الناس القطايب، بعشق لبنان وقلبي بغرامه دايب. نار الشباني يلا البلبان، غصن الزيتون حتى الاصاني. هيدا لبنان يا حبيبي، هيدا لبنان. أمام هالواقع بدأت تلوح بالأفق ملامح انفراج عم تتمثل بخطة عمل مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من مقومات لبنان السياحية والإضاءة على المميزات الموجودة بالقطاع الفندقي وقطاع المطاعم اللي أصبح بشكل مقصد من مختلف دول العالم. هذا بالإضافة لتكثيف الدعاية وتسويق لبنان كمركز للمهرجانات والنشاطات المتنوعة. انشغل بجدية على تخطيط لموسم الصيف من خلال فيزيت لبنان اللي ضم 150 شركة سياحة بهدف تسويق لبنان وإعادة لبنان على خريطة السياحة العالمية وفتح أسواق جديدة من خلال 150 مهرجان بمدن السياحية وقرى الاستياف، والهدف هو تنمية السياحة الداخلية. قادرين اليوم نتوجه للأسواق الأوروبية وللأسواق العالمية. كان في عنا أوروبية كتير، وكان في عنا من الصين، وكان في عنا من دول أخرى موجودين بلبنان، برموا لبنان وحبوا لبنان وتعرفوا على لبنان وبلشوا يسوقوا لبنان. وهالشي هيدا أكيد بيتطلب أنه يكون في عنا مطار تاني اليوم معفي من ضريبة المطار، ويكون في عنا أجواء مفتوحة ونقدر نستقبل ونشتغل أكتر على التشارترات.
اللبنانية موجودة عالميا. يعني السنة الماضية أخذ لبنان المقصد الأول بالطعام بالعالم، يعني أخذ تصويت عالمي إنه هو المقصد الأول بالمطاعم. حتى الملاهي اللي موجودة عنا اللي تابعة للمطاعم يعني كمان بيقدموا أنواع من الأكل مميز مع شو مع عاد شو. فلبنان لبنان as a package يعني بدك تعدها. صيف 2017 يبدو لغاية اللحظة واعد، ولعل وصول نسبة الحجوزات بالفنادق لأكثر من 90% لعيد الفطر هو دليل على انتعاشه. نأمل أن تكون فترة طويلة. لبنان لاقونا اشتقنا وطالت غيبتنا، لبنان لاقونا اشتقنا وطالت غيبتنا، بكل الناس سبقونا وليش بقينا بغربتنا، بكل الناس سبقونا وليش بقينا بغربتنا. مثل كافة المناطق اللبنانية كمان عم بتنظم مهرجانات هالصيفية، ومع انه بس في موعدين بس عم توعدونا ببرنامج كتير مميز. حرزانين صباح الخير سارة مانوكيان، حضرتك مديرة مهرجانات بيت مسك، تنضوي اكتر على تفاصيل هالسنة. كيفك؟ سامعة وانتو جاي من نحن فوق؟ لا بعد قريبا بصير فوق البيت. قريبا بصير فوق. بس موعدين، خلينا نبلش من هون. ايه هالسنه بس موعدين، بس اسمين يعني كثير كثير كبيره. مزبوط. نحن كثير بنفتخر انه يكون عندنا هالسنه جارو ومارسيل خليفه ب 29 حزيران و 30 حزيران. اوكي، قلنا بالعاده هيدي الدوره الرابعه للمهرجان، وقلنا بالعاده نشوف اربع او خمس ليالي اوقات. السنة قبل البريك نعم شوف بالتقرير انه كل المناطق عم تتحضر ومحمسة، ما بعرف قد ايه كان في خوف من الاسامي الكبيرة انه تجي على لبنان. اي بتعرفي صارت صعبة، انه كل ما بنحكي مع ايجنتس برا عم بخافوا يجوا، عم يترددوا كتير، يعني صارت صعبة علينا نقدر نجيب فنانين عالميين. بس بتعرفي رغم هالشي بضل في فنانين بيجوا وبيكرروا زياراتهم، يعني جارو مش اول مره بيجي بيقدم كونسرت بلبنان. خلينا نبلش بجارو، هو ببلش هو الكونسرت تبعه رح يكون ب 29 حزيران. هلا بنشوف التريلر الخاص فيه بنرجع نكفي حديثنا. Mais si l'on manque de souffle dans nos murmures, s'il y a trop de vent dans nos aventures, si la souffrance sculpte nos figures, si dans nos cœurs qu'est la fêlure, de nos cœurs que vient la fêlure. Je
Je voudrais passer mes jours dans tes plières, être ton horizon, ta ligne pure, donner du poids. نعم نقول انه صحيح المهرجان ليلتين بس جايبين اسمين عالميين، يعني كنا عم نحكي عن النجوميه الغربيه مع جارو، عربيا مع مارسيل خليفه. مزبوط. مارسيل كيفه؟ كيف كانت رده فعله؟ لا مارسيل دغري تجاوب معنا، ومارسيل رح يكون مع ابنه رامي خليفه. يعني نحن عن جد كثير مفتخر انه يكون بمهرجاننا هالسنه. رح يكون كونسرت كثير حلو، لانه كمان يعني رح يغني كل الاغاني اللي بنعرفها القديمه والاغاني الجديده اللي الفها مع ابنه رامي. طيب ساره بتتدخلوا بالريبرتوار يلي رح بيقدمه؟ يعني مارسيل عنده اغاني كثير معروفه وبتتكرر بكل مهرجان، اكيد بتقصدوا انه تكون موجوده؟ اكيد اكيد نطلب منه يغنيها، يعني بنرجع بنشوف معه كل الاغاني اللي رح يدقها ويغنيها قبل الكونسرت ومنتفق، بس انه اكيد رح يغني اغاني اللي كلنا بنعرفها والاغاني الجديده كمان. اوكي يلا هلا بنشوف تريلر. قدم الاسطوره مارسيل خليفه بمشاركه رامي خليفه ب 30 حزيران ببيت مسك. لاقونا بكير وتمتعوا باحلى غروب شمس ابتداء من الساعه 7. تباع البطاقات في كل فروع فيرجن تيكت. بهالطريقة هيك يمكن رضيتوا الجمهور يلي بحب الأغاني الغربية وبنفس الوقت اللي بحب الموسيقى الشرقية، وفي أشخاص بعتقد رح يطلعوا على الليلتين. إيه في أشخاص بيطلعوا كل ليلة. والمميز إنه بيت مسك كتير قريبة من بيروت عن طريق المتن السريع، دغري بنوصل، كتير مسهل الطريق، وهيدا الشيء يمكن نقطة كتير إيجابية لصالح المهرجان. أكيد، وعلى المتن السريع ما في عجقة، يعني من الدورة بتاخدون 9 دقايق تيوصلوا على بيت مسك. ما في 10 حتى يعني. ما في 10. قالوا لي ليه صرنا نقول 9؟ قلت لهم لأنه كل يوم بنجربها. بنجرب نوصل للعشرة ما بتزبط، تخلص على 9. طيب بما أنه عم نحكي عن مارسيل خلينا نسمعه ونرجع نكافح. يلا. مين رح بيرافق مارسيل خليفة ورامي خليفة كمان على رح ستيج؟ يكون في درامر عالمي اسمه أيميريك ويستريتش، هو رح يكون معهم على ستيج. إن الكونسرت رح يكون أكيد مختلف عن اللي هلأ شفناه. رح يكونوا تريو ورح يغنوا، يعني رح يدقوا كل الأغاني اللي بنعرفها بس بغير توزيع، يعني بغير توزيع، مش هالقد اوركسترال، هالقد فرقه كبيره. بس اكيد الغنيه اللي كنا عم نسمعها رح تكون موجوده بالفرقه. اكيد هي وحده من الاساسيات بالمهرجان. حلوه كثير، مش كرمال الناس اللي رح تطلع، لا اكيد رح تطلبها. لا اكيد. طيب اول المقابله شفنا تريلر خاص بالمهرجان وشفنا كمان مشاهد من كل السنوات الماضيه، قد ايه عن جد بتكون ولعانه بيت مسك؟ اهالي بيت مسك كيف بيتحضروا؟ بتخيل بيتحمسوا كثير؟ كثير كثير بيتحمسوا، مشان هيك نحن بنقرر نعملها يعني اول الصيفيه ومن بعد العيد لكل المغتربين كمان يكونوا بلبنان، لانه ببيت مسك في كثير لبنانيه مغتربين عايشه ببيت مسك، بيجوا وبكونوا يعني كثير مبسوطين لهالايفنت. اوكي، ومثل كل سنه كمان مش بس رح بيكون في المهرجان، هن صح الحفلات ببلشوا على الساعه 9 المساء، بس من الساعه 7 المساء في السانسيت بار يلي بتعملوه، وفي سوق الاكل كمان. مزبوط، هو فود كورت، بكون في يعني كل الانواع الاكل،
ناس فيها تيجي من الساعة 7 تتمتع بأحلى غروب شمس، تاكل تشرب يعني، وعنا دي جيز كمان، وبفوتوا على الحفلة من بعد الحفلة كمان فيهم يكملوا السهرة، يعني بتكون سهرة متكاملة مش بس انه رايحين يحضروا كونسرت. اوكي، ليش سر بتمسك انه دائما تقريبا انتم الاول يلي بتفتتحوا موسم المهرجانات ومن بعدكم ليرتاحوا ويصيفوا؟ كثير طبيعي نصيف. لا ما بعرف هيك بلشت وهيك مكملين. بتزوروا غير مهرجانات؟ اكيد اكيد، دائما دائما انا بروح يعني على كل المهرجانات، واكيد انه في جوزي جي رح يكون كمان بكذا مهرجان صح. يعني طيب قد ايه بهمكم تنسقوا او على القليله ما تتضاربوا مع المهرجانات يلي امو حواليكم؟ يعني منجرب قد ما فينا، لانه بركي ما تكرروا الاسامي، ما تعملوا بنفس الدات، بنفس الدات اللي هو اهم شيء، انه اخر شيء لبنان صغير صح. يعني ما فينا نضل وكلهم عم بينظموا مهرجانات ولازم نساعد بعض. يعني اخر شيء نحن هالسنه مثلا ثاقبت الاوبننج كان مفروض تكون ب 28 حزيران، اجلناها نهار تما نكون مع اوبننج بيروت كلتشرال فيستيفال. هلا اوقات ما فينا كثير نتحكم بال حسب الفنانين اللي مشاركين معكم اي متى مواعيدهم. مزبوط. طيب في موعدين بس، وقلت لانه يمكن مجموعه من الفنانين تنقول الاجانب تعذر عليهم يجوا على لبنان بسبب اسباب امنيه وغيرها، ليش ما لجأتوا لفنانين من لبنان ساره يجوا؟ انه في كثير كمان فنانين لبنانيه وبيشاركوا بمهرجانات، تنقول فرق لبنانيه شبابيه وغيرها. هلا نحن بنحب التنوع يعني بالفستيفال، يكون في ليله لكل الاعمار وكل الاذواق وكل الفئات، مش هيك ما بنكمل يعني ما بنجيب عده بوب سينجرز ام جاز سينجرز ام، يعني بنجرب ننوع. وهالسنه انا قررنا نروح بجارو كفنان فرنسي كندي بغني انجليزي وفرنساوي وبمارسال بعتقد يعني دارو كان دغري هين انكم تدعوا على لبنان. دارو انا صار لي سنتين عم جرب يعني ارجع اجيبه على لبنان. سنتين مش هي ما هديك السنه ما كان انطور، هالسنه رح يكون معنا، وكمان عنده البومه الجديد اللي هو ريذم اند بلوز، يعني رح يغني أوكي. كمان كثير انجليزي، اكيد رح يغني كل الاغاني اللي بنعرفها بال وغوفيان وبس كمان من البومه الجديد. اوكي جي رح بيكون بافتتاح مثل ما كنا عم نقول مهرجانات بيروت السقفية ب 28، رح بيضل لاثنين الشهر لاثنين، ما رح يحضر ولا ليله من بيت مسك. لا وكثير زعلان كثير زعلان، لانه عن جد كثير بحب هالمهرجان، لانه الجو فيه يعني كثير حلو، منه مهرجان كثير يعني كبير. اكزاكتلي exactly. انت رح بتكوني ب 28؟ رح جرب اذا بتلحق، لانه بتكوني مش على اي فلا لازم تروحي اذا لا باثنين او بصيدا او بصيدا او ايه يعني وين اكيد وين ما عم بدي رح كون. اوكي قديش انتو ك يعني كعائلة فنية كعائلة فنية عن جد بتلاحقوا، وقديش اذواقكم موسيقيا بتتفقوا سوا او بعض المحلات؟ وقتها كان معنا بالمقابله من شي اسبوع قالنا انه هو عن جد لما يقرر يعمل شيء بياخذ رايكم، يعني بياخذ راي العائله، وسماكي انت انه بقول انه عن جد بياخذ رايك. ايه كثير بنساعد بعض، يعني هو بيساعدني بشغلي وانا كثير بساعده بشغله. اكيد يعني مثلا بس يسمعني غنية انا بكون عندي غير شيء غير وجهة نظر اكيد ساعتها يعني بساعده بقول له كيف شو يغير او قد يسمع لي او قد لا. صار عندك حشريه يسمع لي؟ لا ما لا اكثريت الوقت. صار عندك حشريه تعزفي انت موسيقى كمان ساره؟ لا انا جربت البيانو كنت اصغر بكثير بس ما كثير يعني ما كثير طلع مني. اخذت بيانو يعني ان شاء الله الاولاد ان شاء الله الاولاد كثير بحبوا الموسيقى وهلا قريبا رح يبلشوا يتعلموا البيانو. اوكي كنا عم نسمع لجي، رح نكفي نسمع يلا. هولي مشاهد لكينا من امسيه جي مانوكيان ببيت مسك من سنتين. من سنتين صح، السنه اللي قبل هيدي مزبوط. اوكي وحتى وايكليف جان بتذكر هو كان حاضر
كان على المسرح لانه وايت ليف صاحبه لجي دق غنى قبل جي بليله ورجع طلع معه على المسرح وحضر الكونسرت ثاني نهار. اوكي لكن نحن رح نرجع نذكر بالمواعيد. 29 الشهر رح نكون على موعد مع جارو على الساعه 9 المساء، ب 30 الشهر مارسيل ورامي خليفه كمان على 9 المساء. مزبوط. بتحب تضيف شيء قبل ما نختم؟ لا بس تقلن انه التيكتس موجودين بفيرجن تيكتينج، وفي يعني التيكتس كثير مدروسه لكل اللي بحبوا الموسيقى والفن والثقافه يقدروا يطلعوا مع بيت موسيقى. عقبال كل سنه ساره. نحن بنشكر حضورك معنا، موفقين عن جد. Thank موفقين you. يعطيكم الف عافيه. ميرسي كثير. نحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا، وبنختم مع تقرير رياضي. بكره موعد جديد مع اخبار الصباح، انطرونا. باي. باي. توصلت إدارة نادي الأنصار الرياضي إلى اتفاق رسمي مع المدير الفني الوطني أمير رستم من أجل تدريب فريق الأول في الموسم الجديد، وأجرى الاتفاق في مكتب رئيس النادي نبيل بدر وبحضور نائب الرئيس نبيل سنو. وسيعاون رستم في مهمته المدرب سامي الشوم بالإضافة إلى مدرب الحراس علي فقيه. تجدر الإشارة إلى أن رستم اللاعب الوطني السابق كان درب نادي الحكمة ونادي النجمة وأحرز معه بطولة لبنان، وعاد ودرب فريق الصفا ليقوده إلى إحراز بطولة لبنان بكرة القدم قبل موسمين. وينتظر الأنصار استحقاقات مهمة، أولا كأس النخبة بالإضافة إلى كأس السوبر، حيث هو حامل كأس لبنان لكرة القدم للمرة 14 بتاريخه بفوزه على فريق الصفا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، وسيواجه في كأس السوبر فريق العهد، كما سيكون هو الممثل الثاني مع العهد للبنان في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الموسم الجديد. يسعى المنتخب اللبناني لكرة القدم إلى مواصلة مشواره الناجح، وذلك عندما بيقابل ماليزيا اليوم في دور التصفيات للمجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم الإمارات 2019. وكان المنتخب قد غادر إلى ماليزيا من الدوحة القطرية، وكان قد أقام معسكر في قطر واستمر 5 أيام ووصل يوم السبت وأجريت حصص تدريبية، وكان امبارح عم يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. وعقد المدير الفني جلسة فيديو يحلل خلال لقطات مباريات ماليزيا الأخيرة أمام كل من الفلبين وفيتنام وميانمار، وكان تشديد على أنه ضرورة الانتباه إلى الهجمات المرتدة يلي بيتقنها الجانب الماليزي. يذكر أنه الدوري الماليزي بلغ منتصفه ويضم الثنائي اللبناني معتز بالله الجنيدي وأبو بكر المل المنضم حديثا إلى كيرانتان، ويقود المنتخب الماليزي البرتغالي المخضرم نيلو فينغادا البالغ من العمر 64 سنة، وتعاقد معه اتحاد اللعب ليكون معلما للاعبين فضلا عن مهمته التدريبية، على حد تعبير رئيس تونكو اسماعيل سلطان حاكم ولاية جوهور التي تشهد نهضة عمرانية ومشاريع تطوير كبيرة. استقر نادي ريال مدريد الإسباني على استعادة خيسوس فابيخو مدافع الفريق المعار لصفوف انتراخت فرانكفورت الألماني ليكون بديل للبرتغالي بيبي الذي ينتهي عقده الشهر الجاري. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد استعاد فابيخو لينضم إلى دفاع الفريق بجوار سيرجيو راموس وناتشو فرنانديز ورافائيل فاران دون أي تعاقدات جديدة في هذا المركز. وظهر فابيخو بصورة جيدة مع فرانكفورت في الموسم المنتهي وساهم في وصول الفريق لنهائي كأس ألمانيا، إلا أنه تأثر بإصابة تعرض لها في فبراير شباط الماضي. وأوضحت صحيفة أن ريال مدريد تحدث مع اللاعب صاحب 20 سنة خلال الموسم المنصرم ليكون جزء من الكتيبة الملكي للموسم المقبل، إلا أن النادي كان في انتظار انتهاء بطولة كأس العالم للشباب ليستعيد لعبه بصورة رسمية. ويمتلك بيبي عدد من العروض الصينية إلى جانب عرضين من الغريمين ميلان وإنتر ميلان، إلا أنه بيت قريب من الانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي. غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة مقاطعة كاتالونيا متجها إلى إيبيزا لقضاء عطلته برفقة الإسباني سيسك فابريغاس لاعب تشيلسي وزوجته قبل توقيع عقده الجديد مع البلوغرانا. وعاد ميسي لبرشلونة بعد ما انضم لمعسكر منتخب الأرجنتين ليشارك في مباراة ودية أمام البرازيل بأستراليا يوم الجمعة الماضي، محققا أول انتصار مع المدرب الجديد للتانجو خورخي سامباولي الذي أنهى سلسلة انتصارات مدرب البرازيل تيتي عندما تفوق عليه بنتيجة 1-0. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن عقد ميسي جاهز وأن الطرفين اتفقوا على جميع التفاصيل ليجدد اللاعب عقده حتى 2022 براتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو، إلا أنه الأخير لن يوقع على العقود إلا بعد عودته من إيبيزا حيث يدخل العقد ضمن السنة المالية الجديدة للبلوغرانا. ويمتلك ليو في عقده الحالي 12 شهر أخرى، ولكنه بيت قريب من التجديد بعد ما أثيرت الشائعات حول رفضه للأمر. ولعب ميسي أول مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة في 2004 ونجح في حصد 30 لقب مع البلوغرانا خلال 13 موسم.